اهلا من جديد مشاهدينا الكرام. انت مش المفروض تخش انت ولا اخش انا ولا انا انت؟ طلعت الفاصل، مفترض انت تدخل. ما انت يمين الشاشه يعني ما تفضل حسام. ما بيناتنا احتسينا قهوه سريعه كانت تكبه طبعا، ما مشكله ما بيناتنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في صباح الشروق في الساعه الثانيه على الهواء. نمضي ونتواصل معكم، كثير جدا من الفقرات في انتظاركم، وكما تعلمون ايضا تبقى عدد من الضيوف الاعزاء، ربما يكونوا اثنين معا، عشان ما ناقش معهم عدد من المحاور المهمة. الفقرة الجاية هي عافية في الصباح، وسعداء انه نرحب بضيفتنا المتخصصة في مجال التجميل العلاجي الدكتورة رؤى احمد ابراهيم، واسم هذه الفقرة ازالة النخل والشام والزوائد الجلدية. قبل فترة انا كنت في فقرة مشافهة براي الليلة معي حمزة، حيكون خير معين يعني في الموضوع عندك ده. شبه نخلة كذا فوق شبه انا ممكن استاذن. اهلا وسهلا، صباح الخير دكتور، ازيك كيف احوالك؟ اهلين يا مرحبا، اهلين حسام واهلين حمزة، وانا سعيدة اننا اكون معاكم كمان للمرة الثانية في قناة الشروق، وان شاء الله اقدر كل مرة اضيف لكم حاجة جديدة للمشاهدين ولكم. انت جاية تزيني، جاية تزيني ما جاية تضيفي. لا لا لا، ازيل حاجات واضيف لمسة جمالية ثانية ان شاء الله. احنا واصلين منها ان شاء الله. يا دكتور، يعني احنا بنشوف انه النخل وعموما الشوام والزوائد الجلديه دي مرات الشخص بيلد بيها، ومرات بتكون عن طريق التغيير الهرمونات، ومرات بتكون وراثيه يعني في الزوج. أيوة. ولكن تكلمنا عن نتكلم عنها بشكل اوسع ونعرف بها الساده المشاهدين. طيب اوكي تمام. عموما لما نيجي نتكلم عن النخل والشام والزوائد الجلديه ممكن تكون عموما في البشره، زي ما قلت هي عندها اسباب، ممكن تكون خلقيه وممكن تكون مكتسبه. الخلقية دي أول ما نحن نطلع من الولادة ممكن الزول تسهر معاه، يعني يكون عنده شامة يكون عنده نخلة. مكتسبة دي بتكون واحد من عوامل خارجية، وهي مثلا واحد من الأسباب دي ممكن تكون التعرض للأشعة حق الشمس، التغيرات الهرمونية. وعندنا واحد من الأسباب ممكن تكون بالنسبة للنساء أكثر، الاستخدام حق موانع الحمل. وبرضو من الأسباب الممكن يعني تظهر لنا النخل والشام والزوائد الجلدية في البشرة هي سبب أساسي بنسميه الجينيتيك أو السبب الوراثي، يعني حاجة وراثية. فدي هي أسباب بتظهر لنا أو بتساعد على ظهور النخل والشام والزوائد الجلدية، وهي ممكن تكون بمرور الزمن بسيطة ولونها مختلف شوية شوية، بمرور الزمن بتبدأ يزيد في الحجم حقها وحتى اللون بيتغير. يعني ممكن الشام يكون في بداية ظهوره كلنا لون بني خفيف، بمرور الزمن بيبدأ بيظهر لنا لونه أتكن، تكون مساحتها صغيرة شوية شوية بتقوم بتكبر. الحاجة دي مش شنو؟ يعني التغيرات بتاعت الشخص وكده؟ التغيرات واحد من الأسباب اللي ذكرناها أسي، التعرض للشمس، التغيرات الهرمونية، الأسباب الوراثية. جميل. أيوه جميل. الزوائد الجلديه دي بس هي شام ونخل ولا لا في اشكال ثانيه ممكن تظهر؟ لا في اشكال، في اشكال. انا بدي اضيف لك حاجه ثانيه على السؤال، لانه في مفاهيم كثيره جدا احنا بنشوفها، يا ريت برضه لو نشير لها ونتكلم عنها بعد ما نعرف الزوائد الجلديه. يعني زمان يقول لك يا اخي والله النخله دي اذا كانت في الوش او في اي مكان ما تشيلها، لانه دي نهايه ما اعرف ايش، يعني في كلام تمام. في ناس يقول لك اوكي اذا قطعتها ممكن تضرك، تعمل لك حاجات كثير جدا، عشان تشيلها بجيب سبيبه لفها كده واقطعها. ايوه الحاجه دي صح ولا لا؟ هي فيها درجه من الصحه. كيف؟ انا لما اجيب السبيبه او الخيط اللي انا بربطه في النخله دي بالذات، في النخل، في الشام انا ما بقدر، لانه الشام هي حاجه بتكون على سطح الجلد، انا ما بقدر اربطها باي حاجه، لكن النخل بيكون زايد من الجلد مثلا. صح. فانا بجيب الخيط بربطه في الـ في الـ في النخل حقتي شديد، فبقوم بقطع عنها الامداد او الغذاء، يعني بنسميها البلس سبلاي. فالنخله دي الدم ما بيقدر بيوصلها عشان هي بتتغذى منه. اول ما انا وقفت منها البلس سبلاي بتقعد يومين او ثلاثه يوم ما في اي بلس سبلاي، فبالتالي بتقع براها. فدي هي الفهم كده يعني. هي صحيه الحاجه دي ولا لا؟ والله ممكن يكون فيها مضاعفات، ممكن يكون فيها مضاعفات، لانه ممكن انا ما اربط كامل والدم ما يوصل لي كويس واقوم اخليها، فتاني حتى المسح حقها ذاته بيكون غير. ففي طرق كثيره انا بقدر بزيل بها غيرها يعني. الجانب الثاني من السؤال،
ايوه. شنو شكل الزوايد شنو الجلدية دي؟ شكل الزوايد الجلدية قلنا عندنا يعني نعرف الشام والنخل. عندنا الشام والنخل، عندنا حاجة ثانية اسمها السرنجومة أو الميلية، اللي هي دي بتكون عبارة عن حبوب دهنية بتكون أكثر حاجة في الجفون حقة العين، بتكون بس حوالين العين. الشكل حقها بيكون زي الحبة الدهنية، ولا هي حبوب ممكن أنا أقدر أطلعها. معنا الصورة في الشاشة، معلش ممكن نعلق برضو ونتكلم طوالنا مباشرة. أيوة. أنت تقصدي هنا دي كانت هي عبارة عن شام وشوية حقة نخل، أكثر كان شام ونخل. فدي هي بتزال بجلسة واحدة. بنعمل بنج موضعي، بننظف البشرة وبنعمل بنج موضعي وبنبدأ بنشيله بجهاز اسمه ديرماليزر أو كرايوسيرابي. فهو جهاز بسيط وهي عملية بسيطة وسريعة جدا وما مؤلمة تماما، لأنه بنستخدم فيها البنج الموضعي. لا ما عندهم علاقة. طيب يا دكتور، يعني أكثر حاجة النخل هو اللي بيزعج شوية كذا، سواء كان الرجال والنساء، حنجوف في محور تاني، لكن أيوة. لو كان اثنين أو ثلاثة، هل في إمكانية أنه ينتشر في الوجه يعني بصورة أوسع؟ أيوة بيزيد. نفس المسببات التعرض لأشعة الشمس؟ أيوة أو نفس المسببات ممكن تزيده لنا. أنت ذكرت قبل أنه واحدة ممكن يتغير لونه، ممكن تكبر، لكن أيوة. لكن تكون واحدة وبتزايد العمر يعني وكبر أيوة. الشخص كل ما زدنا في العمر وزادت الأيام، كل ما أنه ممكن يبدأ يظهر لنا تاني، والأصلا كان ظاهر أنه يزيد. نعالج مباشرة فور ظهور الواحدة، ولا الواحدة هي ما مؤشر عشان هي تعاري ولا كذا؟ واحدة ما مؤشر أو هي ما إنديكيتر ثابت إني أنا ممكن أزيله طوال. يعني أنا ممكن إذا كان ظهر لي من 5 ل7 أنا مفروض أبدأ إن أنا أشيله عشان ما يقوم يتكسر لي زيادة. لكن السؤال يعني أيوه. أنت بتتكلم الآن عن الإزالة، هل بعد الإزالة ممكن تكون في آثار جانبية يحدث ثاني يعني؟ أيوة، إذا كان السبب جينيتيك، سبب وراثي، ففي احتمالية إنه يرجع about يعني 2 years بيبدأ يرجع تاني. عشان كده مفروض البيشن اللي بيجيني أو الزول اللي بيجيني أنا أقول له يحصل له فولو أب، يجيني راجع كل سنة أو كل سنتين عشان أشوف إذا بدأ إنه يظهر له تاني. إذا كان السبب وراثي طبعا معناها هي جينيتك هتجي تراجع تاني. إذا كان هي واحد من الأسباب تغيرات في الهرمونات بواسطة إن أنا باخد أدوية معينة بتثبت لي المستوى حق الهرمونات عندي وتاني أنا ما بقدر. طيب هسه معلش حسام، يعني المشاهد اللي بيشاهدنا الآن بتسأل في النقطة دي بالتحديد، يعني أيوة. برضو عايزين نعرف، أنت قلتي لو كان مرتبط بالجينات ممكن يعدي سنتين ويجي يرجع مجددا. والآن علم التجميل واسع، يعني أنا عايز إنه مثلا أزيله بشكل نهائي، لو جا راجع ليكي متابعة دورية، هل في يعني حاجة معينة ممكن تطعن للشخص ده تأثر إنه ما يقوم بالشكل المطلوب اللي كان زمان، ممكن تحد منه بصورة ولا أخرى؟ عموما لما أجي أشتغل بالديرما ليزر هو ممكن يجي راجع إذا كان وراثي، بيجي راجع لكن ما بيجي راجع بالطريقة الأولى، يعني إذا كان كثيف أو كثير فبيكون بصورة بسيطة لكن ما بيجي بكمية كبيرة، لكن إنه كعلاج جذري نهائي له وراثي لا ما فيه. طيب في سؤال كده غريب شوية برضو، إيش أصلا حنشيل ليه؟ لأنه في كثير جدا من الناس، وفي زول أنا بعرفه جدا عنده شامة في أنفه، هو شايف إنه ده علامة زول أنا بعرفه، أنا ذاتي بعرفه. فيشوف إنه دي حاجة للجمال، في كثير جدا من الشعراء يدفنوا لها. انت الشعراء دفنوا لك؟ يعني انت ذكرت انه زول يعني. طيب اوكي نخليها مفهومه كذا، هواصل في السؤال. ما تخلي بيني وبينك شام، خلي بيناتنا مساحه دائما. تمام، فانه الشام في خدك ما عارف، كان كلمات كثيره جدا اتقالت. فليه الازاله؟ هي نظرة جمالية بس ولا لا في جوانب هي تانية؟ هي حاجة جمالية وتحسين من الشكل حق البشرة. يعني مثلا أنا كثير أسي جلسات بكون شقالة، فبكون شقالة واحدة بتقول لك لا دي خلاها لي جمالية، يعني مثلا في الخد، في الحنك، على مناخيرة، بتقول لي خلاها لنا دي دارينا حاجة جمالية. لأنه هسي حاليا الناس، يعني في ناس بيكون أصلا ما عندهم شام فبيمشي بيعملوه بواسطة جهاز محدد وبواسطة أصباغ محددة وبيعملوا شام. يعني هي من ناحية جمالية حلوة لكن الزيادة فيها بتأثر على الشكل. نعم، يعني هم ممكن يتعايلوا أيوة. وما في إشكالية. أيوة الشام. لكن طبعا المشكلة حقت النخل طبعا هي بس من ناحية جمالية مزعجة شوية، أو هي مؤلمة. في ناس مع اللبس ممكن تكون لهم، هي ممكن تنتشر في مناطق من الجسم يعني، بس ما مخصوص في الوجه، ممكن في الرقبة، في الظهر، في الجسم، في البطن، فهي شوية بتكون لهم مزعجة.
فبيحاولوا انهم يزيلوه عشان يتخلصوا من الحاجه دي. الحمد لله زعلان من زول عنده نخل بس امسكه. يعني هل عنده برضه ارتباط بصبغه الميلانين بتكون داخل جسم الانسان يعني عشان تدي الشكل المطلوب بالنسبه لكم كاطباء يعني علاجيين؟ هو دي اكثر حاجه بتكون في حاجه اسمها النمش. هو مرتبط اكثر بالشغل حق الصبغه حقه الميلانين، الافراز الزايد بالصبغه حقه الميلانين ممكن يعمل لنا الزهور حق النمش. ف دي بتيجي داخل فيها نقطة حقت الديرما رو والديرما بين اللي كانت تكلمنا عنها في الحلقة الفاتت. بواسطة الجهاز حق الديرما أنا بصبت الإفراز حق الميلانين أو بخلي الإفراز حقه طبيعي عشان ما تقوم تظهر لنا. طيب يا دكتور، يعني لو كان في إشارة تانية على قدر الشام والنخل موجود في البشرة بالنسبة للسيدات، برضو كمان في حاجة موازية، استخدام مستحضرات التجميل ممكن تكون تؤثر سلبا على البشرة يعني طبعا. يعني هل برضو عندها أضرار بتكون بالنسبة لبشرة السيدة اللي هي أصلا موجود في وجهها الشام والنخل، وكيف ممكن تقدر تعالجه يعني لما البشرة تكون منتهية بالنسبة للمرأة؟ بالنسبة لمستحضرات التجميل طبعا يعني لها تأثير كبير جدا جدا، سواء كان في المسام حقت الوش هم بيستخدموها الأغلبية إذا كان عندهم المشكلة حقت الشام أو النمش بأنه يقطوا بها المظهر حقها إذا هم ما عايزين يظهر، لكن هي لها أثار جانبية تانية، وبالذات الاستخدام المتواصل والمتكرر بالنسبة لمستحضرات التجميل بيهلك البشرة شديد، فلازم أنه يكون في موازنة للاستخدام حق مستحضرات التجميل بانه يعملوا مرطبات واقي حق شمس، الاستخدام ما يكون دوري، اول ما اننا استخدمت مستحضرات تجميل معين عندها فتره معينه مفروض تكون في البشره حقتي، بعديها طوال المفروض انا ازيلها عشان ما تاثر لي على البشره تقوم تقفل لنا المسام وتقوم تعمل لنا يعني التصبغات في الجسم او التكشير او المشاكل اللي تعمل ممكن تشهر لنا كلها في البشره حقتنا. جميل. طيب يا دكتوره، نحن شفنا قبل شويه صوره قلت دي يعني النتيجه بعد جلسه واحده بس. ايوه تمت ازاله هي الصوره الان معنا على الهواء. يعني دي جلسه واحده بس، احنا عاوزين نشوف الجلسات عشان ما تتم الازاله نهائيا. هل هي بس جلسه ونشوف النتيجه في صوره، ولا لا انت فعليا وعمليا وعلميا بتكون محتاجه لعدد من الجلسات؟ هو عموما بتعتمد على الشكل حق الشام او النخله او الزوائد الجلديه الموجوده في البشره. يا ريت برضه نستصحب الجهاز معانا لانه بنتكلم عن الجلسات، فهو في في جزء بيكون عميق جدا، فانا ما بقدر اشيل من جلسه واحده، يعني ممكن زي الشام او زي الشام الموجوده على خدي هنا، يلا دي هي بتكون عميقه شويه، فانا الشغل حقها ببدا بشتغله مثلا على جلستين، لان انا لما نيجي اشتغل الشغل حقي بيكون سطحي. ده هو الجهاز اسمه الديرما ليزر، فهو بيشتغل اثنين، بيشتغل كي وعندنا الضوء هنا بيشتغل لنا ليزر، وعندنا ابر مخصصه انا بستخدمها للازاله، فهي ابر رفيعه جدا، عشان كده انا لازم ان انا اكون يعني حذره جدا في التعامل معها. انا بشيل الابره حقتي وبربطها في الجهاز، وطبعا عندنا يعني موانع حقت استخدام وحاجات كثيره، فانا يعني ببدا بشتغل مثلا انه عندي مثلا الشام هنا في ايدي، انا بشتغل بحذر. طبعا اذا انا هسه قربتها دست هنا هي طوالي بشتغل. الليزر شنو؟ الليزر لشنو؟ عشان يحدد شنو؟ عشان تشوف المكان من الخلايا انها ما ترجع، انها سريع انه النخل او الشام يجيني مره ثانيه بصوره سريعه يعني، فهو بيثبت، فبيديني رينج من حوالي سنه لسنتين، وبعدين ممكن اعيد الجلسه مره ثانيه. فهو ده الشغل حق الليزر، بالاضافه للابره دي هنا بتشتغل لنا كي فيها حراره اللي هي دي بتساعد باننا ازيل، والليزر بيثبت الضوء الخلايا انها ما تقوم تتجدد لنا مره ثانيه. ما مؤلمه الحاجه دي؟ هي مؤلمه، بنشتغل دائما ببنج موضعي. يعني لازم نشتغل ببنج موضعي. طيب الجهاز ده والبنج، هل في معدات ثانيه برضه بتستخدميها بالنسبه للازاله؟ لا، في المركز هو، لكن الافتر كير بعد الجلسه في انتيبايوتيك انا بمسحه على البشره، لانه بعد الجلسه طوالي ميبي انه يحصل احمرار خفيف في البشره، فانا المفروض استخدم لها انتيبايوتيك لمده 2 ويكس اسبوعين وبعدها خلاص ما بيكون في. دكتور رؤى، يعني للاسف مرات الشام والنخل ما فقط بيكون في الوجه، بيمتد حتى لعنق الشخص، ما كان للسيده او للرجال، يعني ما يكون بمعزل. شاهدنا كثير جدا من الحالات المرضيه بالنسبه للرجال برضه. في العنق بتتعاملوا معها كيف؟ هي بنفس الطريقه حقت في البشره، بستخدم بنج موضعي
فدايما انا لما يكون زول عنده كميه هائله بحاول انه اقسمه على جلسات. فمثلا المرحله الاولى انا انزل مثلا في الوش، المرحله الثانيه مثلا في العنق، في ناس بيكون عندهم مثلا بعض النخل مضايقهم زي ما قلت لك مثلا يكون في الظهر في البطن، في الحاجات دي التكنيك هو زسيم، يعني انا بشتغل بنظف الموقع اللي انا عايزه اشتغل فيه وبخذ البنج الموضعي حوالي 20 ل 30 دقيقه على حسب التركيز حق البنج الموضعي حقي، وبعدين بجي بشتغل. من هو الاكثر انتشار بالنسبه للنخل في وجه، بالنسبه للرجال ولا السيدات بتغير هرمونات المراه؟ يعني الهرمونات اكثر الاسباب بتكون عند النساء. ايوه جميل. الجلسات في الديرمرولو والديرمابين كانت شويه غاليه، اتفقنا على الحاجه دي. بس انا اذا انا او حمزه وايز وعنده شامه في يده مثلا المفروض شايف الاكين سايب مزاي كده داير يشيلها، الجلسه دي بالنسبه له غاليه ولا متاحه؟ والله هي في متناول اليد، يعني هي مثلاً؟ ايوه هي عموما الجلسه حاليا السعر حقها حوالي 3000، فدي بتختلف، لكن اذا كانت مثلا واحد او اثنين طبعا اكيد ما زي لما يكون الوش كله مثلا او كميه هائله، فلما تكون حاجه حاجتين كده فبنقوم نخفض في السعر، يعني حوالي 500 700 بعدك المعرفه كويسه. ايوه. طيب يا دكتور، يعني لو كان ظهور النخل او الشام بالنسبه للاطفال، هل بتنتظروا سن معين حتى ينمو الطفل بعد ذاك تعملوا الجلسات، والمباشره يعني في سن الطفوله ممكن يلجا للعمليه؟ يعني ما بنقدر نعمل جلسه لاي زول عمره اقل من 18 سنه. اها ليه؟ في اثار جانبيه من الجهاز؟ هي الاثار الجانبيه التغيرات حقهم والنمو حقهم اكثر في المرحله دي، ما زي للعمر في 30 طبعا الحاجات دي كلها بتبدا تقل والظهور حقها بيبدا يقل، لكن هم في عمر 18 سنه لحد من مثلا 10 سنوات 18 سنه الخلايا حقتهم الاكسار حقها بيكون اكثر، فانا ما بعمل لهم لانه الاحتمال انها ترجع لهم بتكون سريعه جدا جدا. فانا بخليها بعد 18 سنه ممكن اشتغل ثاني عليها الجلسات، سواء كان ليزر او القطع او استخدام الليكويد نيتروجين، دي هي طرق عن طرق مختلفه وهي احدث طريقه فيها هي الجهاز حق الديرما ليزر. حسام دقبيل قال لك انه يعني احنا في مجتمعنا السوداني مرات بنعمل الازاله بشكل مفرط، بقول لك الشخص ده بيعمل كذا ومباشره تمشي له، يعني سواء كان في الحياه عموما في حلالنا وفي رجالنا. صح. فهل الازاله الطبيعيه من قبل غير المتخصصين في المجال ممكن تشكل خطوره على صحه الانسان؟ هي بتترك ندوب او اسكارس، يعني انا شلتها فبتبقى لي ندبه في محله او بالدرجه كده بقولها زي حفره بدل تمشي نهايه الزاني هاي بتكون قاعده في اثر باقي. فبتبقى لنا اثر، فدي هي المشكله. معناها انا ثاني حارجع من اول وجديد لان انا اعمل ديرمارول ديرمابين عشان اقفل المشكله حقت الندبات اللي حصلت لي من الطريقه دي. كبار السن كيف لحد كم ممكن اذا عملوا مع الموضوع ده؟ والله ممكن لحد 60 سنه نعمل لهم او 90 سنه، اي حد يعني مهما كبر العمر ممكن اعمل لهم، لكن بيبقى المشكله شنو؟ ما يكون عندهم واحد من الامراض المزمنه. هو السؤال الجاي الامراض المزمنه. ايوه زي ناس الديابيتك مثلا، ناس السكري ما بقدر اعمل لهم لانه ذاته المشكله حقت الهيلينج الشفاء عندهم بسيطه جدا او المناعه حقتهم ما عاليه، فانا لما اعمل لهم ما في النهايه انا لما اشيل بترك اثر او جرح، فهو بيكون بسيط المده، يعني الطريقه حقت الشفاء حقتهم هي ما عاليه، فممكن تدخلني في كومبليكيشن ثانيه. نعم، مهما كان الجرح بسيط تحديدا اللي زي السكري في برضه أيوة الزول بيخاف منه. ايوه ما أنا ممكن يتطور. أيوة والضغط ضغط الدم برضه عنده اثر؟ ممكن اعمل لهم، لا ما عنده تاثير. اكثر حاجه نحن بنخاف للناس اللي عندهم المشاكل في الدم، البليدنج ديس اوردر، وناس السكري. طيب يا دكتور، انت شايف الان في وعي كبير جدا، الناس بقت تاتي يعني مستشفيات عموما المراكز الطبيه ممكن تقدم الخدمه العلاجيه بالصوره المطلوبه. أيوة. الاقبال كيف بالنسبه للعمليات بالشكل ده؟ يعني احنا مرات من خليه او الشام ولا هنا بقول لك يا اخي دي خلق ربنا سبحانه وتعالى كذا، خليه كذا خليه كذا. فانت بتشوفي كيف انت كاختصاصي يعني بزاويه شوفي؟ والله الاقبال يعني عموما هو ما عالي شديد، وفي نفس الوقت رينج وسط، يعني في ناس كثير ممكن يجوك في العياده وانت بتقرر انه احنا المفروض نعمل الجلسات دي ويقول لك لا انا ما عايزه،
وفي ناس طبعا لا بيجوك عديل يقول لك احنا عايزين، لكن الاقبال حقه وسط، ما هو العالي ولا كمان هم لدرجه انه لا نحن كلنا ما عايزين. ليه هم متخوفين مثلا تكون في اثار جانبيه ولا مجرد بس كذا يعني هم ما عايزين؟ والله هي ما متخوفين لان هي حاجه بسيطه يعني. هي ما مخوفه لكن بس عندهم قناعات كده انه نحن عايزين كده يعني، زي ما انت قلت نحن ربنا خلقنا كده خلاص نحن عايزين كده. فاكثر فئه ممكن تلقاها يعني الفئات الشبابيه او عمر الثلاثينات الاربعينات، ده ممكن هم يجوك اكثر. ابوف لذلك يعني من سن 40 لفوق يعني ما كثير ممكن يجوك، ولا اقل من كده طبعا من 18 احنا ما بنقدر نعمل لهم. فالاقبال بيكون وسط. جميل. طيب الناس اذا دايره تصلكم؟ نحن الموقع حقنا عيادة مركز كارير للتدريب هي في شارع محمد نجيب قرب دار الصيادلة والمؤسسة الصحية العالمية، فبنكون شغالين يوميا من السبت للخميس من الساعة 10 لحد الساعة 4. مقدرين جدا على كل الإشارات والإرشادات الصحية الجميلة لكل مشاهدين عبر صباح الشروق. مقدرين جدا دكتور رواء أحمد إبراهيم متخصصة في مجال التجميل العلاجي، حديث كان عن إزالة النخل والشام والزوائد الجلدية. شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقيك في مساحة أوسع نتكلم في براحات. شكرا إن شاء الله وشكرا جزيلا. شكرا لكم كثير. الله يخليك يا رب.